بلغ مؤمن من جحر مرتين. الاولى نسلكها ليه، ثانيا نقول صدفة، الاولى نقول صدفة، ثانيا نقول اكسيدون حادثة، ثالثا مع سبق الاصرار والترصد. راه جا شي واحد صرفقك بواحد الطريقة الغلطة ديالو هو، لكن لعاود صرفقك بنفس الطريقة في نفس البلاصة راه الغلطة ديالك انت. هز لاكارد شي شوية. أحبك الله حبيبي، أحبك الله، الله يرفع قدرك ويعزك، الله ينورك ويزيدك نور على نور، وهاد المحبة الله ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. آمين. والله العظيم إلا ما خرجنا من الدنيا غير بهاد المحبة في الله، والله هي الكافية، هي الكافية. عندنا بعد جالسين والزحام والصاد وكذا، أما الله أعلم غدا يوم القيامة كيفاش أحوالنا دايرة، وبنادم عريان وشي ما حد يديها في شي من هولي المطلع. احنا دابا كندوي على الاختلاط، قال لي راه بنادم كلشي عريان، ولكن والله ما حد يديها في واحد لهولي المطلع. السيدة عائشة تخلعات الحياء، قالت يا رسول الله والرجال ينظر بعضهم لبعض، قال لها الموقف أهول من ذلك يا عائشة. يبقى حاضي هو داك الشيء، الشمس فوق الرؤوس، ولا ظل إلا من أظله الله عز وجل في ظله. وسط هذه الأهوال كلها واللي جاي على وجهه راه فضيح والله العظيم إلى شو غدا يوم القيامة، الله يخلي الحالة مستورة. اللي جاي تيتردخ كان كياكل الربا، واللي جاي تيشتفوا عليه الناس وهو صغير حيت كان متكبر في الدنيا، واللي جاي على وجهه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. والأحوال أحوال أحوال، واللي ناعس وكتم جاية الغنم ديالو دردك فوق منه، تعاود ترجع دردك فوق منه، علاش؟ لأنه ما كانش كيأدي الزكاة ديال الغنم ديالو. والإبل مثل ذلك، والأخرين لعبد يوم يحمى عليها في نار جهنم، مصائب. وسط هذه الروينة هذه كاملة كتسمع منادي ينادي من قبل الله عز وجل، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. والله ما سهل المحبة في الله، قوامها عند الله، والله ما سهل، لكن تكون المحبة في الله. ماشي بحال هذا الشيء اللي ذكر صاحبنا.